بس يعني خلينا نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هذا الموسم بدا ب انا بشوف راحه جيده، 3 اسابيع راحه جيده جدا، ثم بدايه فتره اعداد يومين هنا، ثم سفر الى النمسا بنهايه اليوم النهارده مباراه وديه مع فريق جيد الحقيقه، بكره يرجعوا بالسلامه. شايف البدايه بعد الاجازه ازاي من وجهه نظرك، وغياب 10 لاعبين عن المباراه الوديه، ولا المدربين بينظروا لامور اخرى في مثل هذه المباريات؟ بص، النادي الاهلي كان بقاله فتره طويله قوي ما اخدش الـ 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 الوقت ده، ما اخدش الوقت الكافي انه يريح لعيبته ويبدا من فتره من اول وجديد. ويمكن الموسم اللي فات اللي فرق فيه قوي هي الراحه اللي اتاخدت في اول في بدايه الموسم، اللي هي في اخر الموسم اللي قبل اللي فات، قبل اللي فات هي القرار بتاع الكابتن قرار كله ان احنا في لعيبه هتقعد خلاص. ده كان احسن قرار، لان انت كانت اللعيبه قبلها كانت لعيبه مستهلكه. صحيح، اللعيبه مستهلكه ولعيبه محروقه بدنيا، صح، ولعيبه يعني ايه ما بتاخدش الشغل الكافي ان يخليها واقفه على رجليها. مظبوط، كانت بعيد اللي كان اجازات ال 18 يوم وال 20 يوم وال 8 ايام، وكانت الاجازات كلها شبه بعض، يعني اللعيبه كلها، اللعيب اللي بيلعب كتير، يعني لعيبه المنتخب اللي بتلعب 120 دقيقه كانت بتاخد راحه 12 يوم، واللعيب اللي ما بيلعبش خالص كان بياخد راحه 12 يوم. اوكي، فالاثنين ما ينفعش ده. ما ينفعش ده ما ينفعش وده ما ينفعش. أوكي. فانت بالتالي وصلت لغايه لنهايه الموسم انت كان عندك لعيبه بدنيا استهلكت، ولعيبه تانية بدنيا مش واقفه على رجليها. الوقفه بتاعه انك تبدا تريح الناس اللي كانت مستهلكه وتبدا تلعب الناس التانية دي كانت نقله كويسه جدا، ودي اللي فرقت مع الاهلي السيزون اللي فات كامل. النهارده احنا بقالنا كتير قوي ما رحناش معسكر وعملنا ماتشات، ما كانش عندك رفاهيه الوقت دي من اعتقد من ما قبل كورونا، يعني ما قبل 2020. يعني ما اخدناش صعبة. معسكر كامل انك تبقى مريح وترجع تشتغل اللي هو الطبيعي اللي احنا عارفينه. طبعا هو الوقت مختلف. طبعا طبعا احنا كنا بنعمل كده في شهر 8 او 7 بالظبط، 7 او 8 7 دايما 7 وبترجع تلعب على اول ماتش في افريقيا. صح، كان دايما ماتش افريقيا يوم 2/8. صح، فبتاخد الوقت بتاعك الراحه بتاعتك كده زي ما انت بتقول. صح، وبترجع تلعب ماتشات افريقيا بتاعتك الدور ال 16 او دور الثمانيه وبتشتغل عادي، لكن دي بقى لنا كتير ما اشتغلناش فيها. صح، كل الراجل شاطر في ان هو معاه تيم كويس، معاه ستاف كويس بيعرف يشتغل النواقص، مش بيشتغل على اللعيبه اللي بتلعب بس. لا، بيشتغل على الفرقه كلها. لما بتيجي السنه فاتت الناس اللي بعيده بتيجي تلعب تبقى كويسه، بتدخل في الجيب، بتدخل في التراك وبتمشي معاه. بتحس بفرق ما بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش خالص، بدليل ان انت حتى بدنيا يعني. ما هو بدنيا، ما بص، طول ما لعيب الكوره بدنيا واقف على رجليه الفنيات بتاعته بتبان احسن. طول ما انت اللعيب اللي بيقعد فتره طويله ما بيلعبش بيرجع بيقول لك طب اديني وقت عشان ارجع، فلما بتيجي تاخد وقت عشان ترجع ما بتلحقش، فبتروح قاعد تاني. تبقى قاعد تاني، صح. فانك لازم تجهزه بدنيا كويس عشان يبقى موجود رجليه معاك في الملعب، تقدر تحتاجه في اي وقت، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في روتيشن كويس جدا في الماتشات الكبيره وماتشات صغيره، يعني الماتشات الكبيره كان في ناس بتلعب وماتش كبير بعده في ناس تانية بتلعب، دي ناس بتاخد دور، يعني ممكن تلاقي احمد عبد القادر واخد ماتش مثلا الهلال، وتلاقي شريف واخد ماتش تاني، وتلاقي طاهر واخد، فالامور كان فيها شويه الروتيشن كان محسوب، وكان محسوب بعقلانيه ان انت كمان اللعيبه دي واقفه على رجليها، فبالتالي هو قادر يختار كويس.